زي ما توقعت، أول ما نزل الخبر النهاردة الصبح نزلت ردود الفعل ورا بعض ورا بعض ورا بعض. يا رب يكون خير. يعني ما تقدروش تقولي خير قوي، بس أدينا رمينا الحجر في المية الراكدة ومستنيين بقى تعبين المية تطلع لنا واحد ورا التاني، بس إحنا نعمل اللي علينا ونصبر شوية. والله إذا كان على الصبر ما حلتناش غيره، بس طمني مفيش تعبان طلع كده ولا كده؟ لا ما طلعش بنفسه، مراته اللي طلعت. الله يخليك يا عمر، مش وقت سسبنس دلوقتي، هنموت. قول. بص يا ستي، الراجل الضابط الفاسد بتاع السجن ده اسمه ايه؟ محسن عرفة. ايوه محسن عرفة. مراته اتصلت بالجران النهارده 11 الصبح وهددتهم برفع قضيه لو ما صلحتوش كل الكلام اللي اتنشر عنه ولو ما تعاملتوش معاه بصفته بطل. بطل؟ ايوه يا سيدي. طلع يا سيدي ان محسن عرفة ده واخد اصابه في كتفه ونقلوه مستشفى الشرطه ومحجوز هناك دلوقتي. مراته بتقول ان الاصابه جات له من الرصاص البدو اللي اقتحموا السجن واللي قتلوا مأمور السجن ومساعده، وهم كمان اللي ضربوا مرعى اللي هو محمد البطران لما جه عشان يتفقد ويشوف احوال السجن. ومش بعيد لما يخرج من المستشفى يدوله نشان الواجب، ومش بعيد رئيس الجمهورية يكرمه ذات نفسه. يا عم رئيس الجمهورية مين؟ الراجل ماشي ماشي. أنت مش متابع اللي بيحصل؟ أنا مالي بقى باللي بيحصل يا عمر؟ وبعدين أنا ليه حاسك فرحان كده من تليفون مرات محسن عرفة؟ عشان مش هي بس اللي اتكلمت. ده قالت مأمور السجن ومساعده كمان اتصلوا وطلبوا نسخة من الفيديو اللي نشر التفريغ عشان يتقدم ببلاغ للنيابة. ده غير كده وكده كمان طلبوا من الطب الشرعي عريس استخراج الجثث عشان تتشرح وتتعرف حقيقة اللي حصل بالظبط. تمام. كده تمام. طب وبالنسبة لإسماعيل وعبد الرحيم؟ مفيش أي حاجة. المحرر العسكري اللي عندنا في الجورنان أكد لي إن هو سأل كذا مرة، مفيش إطلاقا مسجون بالاسم ده ولا حتى بالمواصفات دي. وقال لي إن في مساجين كتير اتقتلوا. ولقوا بينهم؟ بس كلهم لقوهم جوه السجن نفسه أو حوالين السور مباشرة، إنما في قلب الصحراء ملوش أي حد خالص. عشان كده أنا تعمدت إن أنا أبري سيرة عبد الرحيم في الموضوع، عشان الجورنان لما يوصل لأهله في الصعيد يبتدوا يدوروا هما كمان من ناحيتهم. لا مش هيدوروا. أنت ناسي إنه هربان من طار؟ يعني لو اهله عرفوا انه حي مش هيدوروا عليه ولا هيبقوا بيسلموه يمدوا ايديهم. انا قلبي حاسس ان هم هيقبضوا عليه وهيعالجوه. ساعتها بقى منى انت تحاولي تلاقيه وتقنعيه انه يجلب اقواله في القضيه. بص انا بثق في زميلي لانه مصادره قويه، بس انت عارف يعني في ظل حاله الهرجله اللي في البلد ما تستبعدش فعلا ممكن يكونوا قبضوا عليه بس قالوهم على اسم غلط. في ايه يا عمر انت هتضحك عليه؟ ما انت لسه قايل ما لقوش ولا حد مقتول ولا مصاب بعيد عن السجن، فايه؟ يعني ايه يا جماعه؟ افقد الامل خلاص؟ ليه يا عم؟ انت ناس الواد بتاع طنطا. هنا بقى الخبر الكويس اللي انا شايله لك لحد الاخر. بص يا سيدي، زميلي اللي كان بيغطي اخبار الجماعات الاسلاميه كان ورق تحريات مباحث امن الدوله وقع تحت ايده، بس لما طلع حذر نشر بالقضيه ما عرفش ينشر منه اي حاجه. بيقول لي ان الواد ده اسمه اسماعيل باين حاجه. اسماعيل جاد. ايوه انا بقى خدته اسمه الرباعي وعنوانه في طنطا زي ما هو موجود في التحريات بالظبط. بيقول لك ان الواد ده شاهد ملك في القضيه. شاهد ملك؟ يا ابن الكلب يا اسماعيل. هتاري اسماعيل اختفى وما كانش معاك انت وعبد الرحيم في السجن. كده بانت. افرجوا عنه بعد ما باعنا، ومش بعيد يدوله مكافأة عشان خدم البلد. في الحياة اللي زي دي لا يمكن أمن يسيبوه يرجع بلده. أكيد خفوه في حتة مش عارف يوصل له فيها. الكلام ده لو حد بيدور وراه. هم متأكدين إن محدش يستجري يدور وراهم يا منى. أكيد مضى على أقواله وخد قرشين وخرج. هو كان قال لي ان ابوه عنده محل قصب في طنطا وانه ما كانش بيشتغل زي الاول وانه كان نفسه يقفله ويفتح مكانه ورشه. اقطع دراعي ما كان عمل كده دلوقتي. بعدين يعني احنا مش في امريكا عشان يغير عنوان الشاهد بعد ما يدلب اقواله. هو ما قالش فين العنوان بالظبط. ليه؟ هتعمل ايه؟ بكره الصبح هروح لاهل اسماعيل في طنطا ومحدش فيكم يقول لي اصل او فصل. هطلع لاسماعيل طنطا يعني هطلع لاسماعيل طنطا. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام يا ابني. انت عايز مين؟ انا كنت بدور على بيت الاسطى اسماعيل. اسماعيل جاد. انا كنت زميله في ورشه اسكندريه وجايب له معايا امانه. من يجي شهر ولا اكتر. النبي يا ابني ما انا فاكره. اهو التاريخ مكتوب في الورق اللي هم ادوهولي. ورق ايه يا حاج ومين اللي ادهولك؟ ابوس ايديكي فاهمين الموضوع واحده واحده. ورق تصريح الدفنه. دفنه مين؟ دفنة اسماعيل. لا اله الا الله. امتى ده حصل؟ من فترة كده جم ناس من مديرية الأمن وقالوا لي تعالي اتعرفي على جثة ابنك. جريت على ملا وشي
ورحت لقيت جثة محروقة مش باين لها أول من آخر. قلت لهم جثة مين دي؟ قالوا لي اسمها عينب. كان بيتحقق معاه وركبوا عربية الترحيلات عشان يروح سجن وادي النطرون ويكملوا تحقيق معاه هناك. والله ابني ما كانش له دعوة بحاجة، ده هو كان شاهد، ده هو حتى اللي قر على العيال اللي كانوا عايزين يولعوا في البلد، وكان هيطلع بعد تحقيق النيابة ما يخلص. وهو راكب عربية الترحيلات عملت حادثة وتنك البنزين ولع واسماعيل اتحرق. قلت لهم اتعرف على الجثة ازاي؟ ده مش باين لها راس من رجلين خالص. وقالوا لي استلم الجثة. استلمتها ورحت دفنت انا وخاله. ياما قلت له اقف في محل ابوك، صحيح رزقه شويه بس كان هو العكاز اللي بتسند عليه انا واخته. حكمتك يا رب. ربنا يصبرك يا حاج، ربنا يصبرك ويصبرنا. قول لي يا ابني فين الأمانة اللي انت قلت عليها؟ وإيه هي الأمانة دي؟ أصل صاحب الورشة اللي إسماعيل كان شغال عنده في اسكندرية لما لقى اتأخر عن الشغل وغاب كتير كان بقيله شهر ما قبضوش، فقال لها محمود روح شوف أهله، يعني احتمال يبقوا محتاجين الفلوس. يا سلام، لسه في ناس في الدنيا بتعمل خير. ده إسماعيل كان بيحبه قوي. تصدق يا ابني انت مش غريب، الفلوس دي جت في وقتها لان اليومين دول زنقه قوي. شد حيلك يا حاج، شد حيلك. ما كنتش اعرف انك بتحب اسماعيل قوي كده. الله يرحمه يا حاج، ربنا يرحمه. خلاص البلد دي طلعت على كده. امبارح في اكبر سفينه حربيه امريكيه وصلت البحر الابيض وعدت من بورسعيد وهتعمل انزال في السويس، كلها يوم بالكتير وتلاقي القوات الامريكيه محتله القاهره. يا عم مين قال لك الكلام ده؟ يعني انا هالف من عندي؟ انا امبارح سمعت خبير استراتيجي بيقول الكلام ده في التلفزيون. يا نهار اسود. ايوه يا سيدي، خلي الجماعه اللي بيتمونوا بقى من بره يعرفهم ويفرحهم ان مصر بتتقسم. انت عارف الراجل قال لهم سيبوني اكمل مدتي وامشي، لكن تقول ايه ومين يسمع؟ لازم ينفذوا التعليمات. ده كل شويه يقرفونا بحكايه الشقق ده. انت عارف تلاقي ما حدش مات اساسا من دول. يا بيه يا بيه، كل اللي بيحصل ده مؤامره ضد مصر. ايوه. طب انت عارف الشقق ده اللي عاملين يفبركوا صورهم دي كلها يوم مش موجودين اساسا؟ ازاي بس؟ اقول لك انا ازاي. بيعملوها بحاجه كده اسمها فوتوشوب، وعشان هيجوا بقى الناس. فوتوشوب يا بيطي. اقول لك على حاجه، شايف القلم؟ شايف القلم ده فوتوشوب؟ فوتوشوب ما ينفعش، ده فوتوشوب ما ينفعش، ما ينفعش يا جدع. انت ايه اللي عملته ده يا محمود؟ يا اخي ما تركز في هدفك شويه، انت كده هتضيع جلستك وتضيعنا كلنا. عايز انا اسمع الكذب اللي بيتقال على اخويا واسكت؟ بصراحه محمود انت غلطان، انت تحمد ربنا اساسا ما كانش في حد من الشرطه العسكريه في القطر، والا كان زمانه اتقبض عليك. يا عم هو ده بيهمه حاجه؟ هو كل همه بس انه يفش غله وخلاص. ده ما بيصدق يلاقي اي فرصه عشان يحس انه اتهزم. انا ما اتهزمتش يا مونا، ما اتهزمتش. مش معنى ان انا عايز اجيب حق اخويا ان انا اسكت، واي حد هجيب سيره اخويا او اللي زيه هروح فيه في 60 داهيه. بص بقى يا محمود، انا خلاص ما اقدرش اساعدك اكتر من كده. انا ما ينفعش اتعامل مع حد بيفكر بالاسلوب ده. خلاص خلصنا. استني يا منى، سيبها. استنى، انا مش عايز حد يساعدني وما طلبتش منها انها تساعدني اساسا. مين قال لكم عايز حد يساعدني يا اخي؟ انا هجيب حقي بنفسي. هتستهدى بالله كده يا محمود؟ مالك في ايه؟ هي بس منفعله عشان خايفه عليك وعلى قضيتك، وفي حد فينا مصاحب التاني عشان محتاج منه حاجه مثلا. احنا واقفين مع بعض زي ما كل المصريين واقفين مع بعضهم في كل الميادين. احنا عاوزين البلد دي تنضب بقى وربنا يتوب عليها بقى من الحراميه والظلمه. انا عارف يا عمر، عارف، وعارف ان منى جدعه و100 راجل كمان يا اخي، وعمري ما هنسى وقفتها معايا ومع اخويا، ولا هنسى جدعنتك انت كمان. بس اعمل ايه يا اخوانا؟ حطوا نفسكم مكاني، اعصابي باظت خلاص يا عمر، الدنيا كلها اتقفلت في وشي. يا عم سيبها على الله، وحد عارف ربنا مخبي لنا ايه بكره؟ ونعم بالله، ونعم بالله.
بس ازاي؟ دول لعبوها صح. اهل عاصم وسكتوه، اهل اسماعيل وفهموهم ان ابنهم عمل حادثه، حتى اهل عبد الرحيم يا اخي، ده انت نشر الموضوع بقالك يومين وما جالناش اي رد فعل. ولا في حاجه حصلت مش عايز تقول لي عليها عمري؟ الحقيقه رد الفعل الوحيد اللي جه تهديدات على الموبايل والايميل باني ما افتحش موضوع السجن ده خالص وما اتكلمش فيه تاني. ما قلتليش يعني عن الموضوع ده. هو انا لحقت؟ ما انا جيت من بره لقيتكم بتتخانقوا وصوتكم عالي وجايب لاخر الشارع، هقول لك امتى يعني؟ طبعا مش محتاج اعرف ان التهديدات دي جايه من مجهول، وان لو مشينا وراها مش هنوصل لاي حاجه. والله ما تضمنش، ممكن وصل اللخبطه اللي في البلد اللي بعت يهدد ما يعملش حسابه، وممكن يكون حسبها. هو في دوله عشان تحاسبني اساسا؟ انت عارف ممكن جدا تلاقي محسن عرفه هو اللي بعت التهديدات دي. ما افتكرش. محسن عرفه ده هفق طاغيه درجه سته، كل اللي عمل ان هو اتصل يشتم في الجرنان هو ومراته وقرايبه وهدده برفع قضيه. التهديد ده بيبان ان اللي كاتبه حد تقيل. ما تفتحش ملف السجون تاني احسن لك. طب وانت هتعمل ايه؟ والله خياراتي مش مفتوحه قوي. ثم انا مش كاتب عمود، انا محقق صحفي، يعني محكوم بمعايير لازم استوفيها عشان الجرنان يوافق ينشر لي. يا اما بكتب اللي عندي بقى في مدونه على النت وهو نصيب ولا حد يقرا له ولا لا. هتقفل الموضوع مش كده؟ على فكرة مش هزعل منك على ظنك فيا عشان انت لسه ما تعرفنيش كويس. وهدور على سكة جديدة للمعلومات عن اللي حصل. وبدور على سكة للراجل اللي نزل الفيديو على اليوتيوب، لو وصلت له هقنعه يروح لمحامي ويقدم بلاغ ويحكي في اللي حصل قانوني. عشان القضية لما تترفع تشكل وسيلة ضغط على الداخلية وتبقى ملزمة تقدم تفسير للي حصل في موضوع فتح السجون. تمام كده. بص بقى، أنا جات لي فكرة. إحنا ممكن ما نعرفش نحط إيدينا على هيثم ده. بس إحنا ممكن نحط إيدينا على موضوع فتح السجون. وهو اللي وصلنا لهيثم. تمام، بس ما قلتليش ايه الفكره. بص يا سيدي، انا عبد الرحيم كان قال لي انه ساكن في بلد كده في الصعيد، بلد الزمن نسيها اساسا. انا لازم اسافر لهم بكره فورا. طب هتروح لهم ازاي وانت هربان؟ زي ما رحت لاهل اسماعيل في طنطا بالقطر. ما هو مش كل مره تسلم الجره يا سيدي. هحاول وانا ونصيبي. وبعدين عبد الرحيم قبل ما يموت الله يرحمه كان موصيني اروح لاهله، لازم انفذ الوصيه. وفي نفس الوقت هقنعهم ان هم يقدموا بلاغ في الداخليه، يطالبوا بالتحقيق في اللي حصل فتح السجون. بس هيثبتوا ازاي اصلا انه كان في السجن؟ عيب يا استاذ، ده انتبهوا المفهوميه. انت ناسي لما دخلنا السجن انا وعبد الرحيم اتقيدنا في الدفاتر وخدنا ارقام رسمي، يعني فيما يثبت وجودنا هناك. انا هخلي ابويا بالاتفاق مع منى يرفعوا قضيه، يشوفوا اذا كنت عايش ولا ميت، ويطالبوا بالتحقيق في الإهمال اللي حصل في فتح السجون. ولما يتفتح التحقيق هيبقى من حق المحامين أساساً إن هم يعرفوا سبب دخولنا السجن. وفي حالة زي دي طبعاً هيتم استدعاء الضابط هيثم اللي عمل القضية لسماع أقواله. وبكده بقى هيخرج من الجحر اللي هو فيه بالطريقة اللي أنت ممكن توصل له. تمام. وأنا مالي أمال هيثم؟ أنا عايز أجيب حقي بالقانون يا عمر. مش أنتوا دايماً تقولوا لي لازم تجيب حقك بالقانون؟ أديني بحاول يا سيدي. لا شيخ، مش بقولك حبيتك؟ عموما يا سيدي فكرة هايلة جدا ايا كان هدفك منها، وفي نفس الوقت هتساعدنا على ان يبقى عندي مبرر ان اكمل الحملة في موضوع فتح السجون. صح كده. انا من بكرة النجم هروح لاهل عبد الرحيم. كل المشوار ياخد له 10 15 ساعة. اول ما اوصل هقنعهم ان هم يقدموا بلاغ في الداخلية، يعني يفهموا ايه اللي حصل لابنهم. يا سيدي ان شاء الله اقول لهم ان هم هياخدوا فلوس تعويضات. مش بقولك حبيتك؟ تاني يوم بقى هاخدهم واطلع بيهم على الشهر العقاري، اخليهم يعملوا توكيل لمنى، يعني عشان تقدم بلاغ مشترك بيننا وبينهم. بس المهم منى ما تعرفش انك رايح الصيد عشان ما تقفش في الموضوع وتقول لك بقى على جثتي لو اتحركت من هنا. ما انا مش هقول لها. اوعى تقول لها يا عمر. بس لو اتمسكت ان شاء الله خير. ربك ستار. ابسط يا عم، خلاص منى هديت وهتيجي بكره تعتذر لك على الكلام اللي قالته. هي اللي تعتذر لي؟ معقول يا جماعه؟ ده كلام هتزعلوني منكم. ده انا اللي هعتذر لها وابوس ايديها وابوس دماغها. اللي اقولها شادي، هي اسمها الرباعي ايه وعنوان مكتبها؟ هي مين؟ منى؟ اه منى. عايز ابعت لها اعتذار في الشهر العقاري. ما تقلقش، قوله مش هيحكي لها. ولا يا شادي؟ هي مين؟ منى؟